فما هذا الذي يدعيه البعض ويتقول على لساني ما لا أعلم؟ أبعد إيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتي معه وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر؟ لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين. أأرجع عن أمر فيه حقن دماء المسلمين؟ فأي خليفة لرسول الله أنا؟ كيف أرجع عن عهد فيه صلاح الأمة؟ وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الحكم لله، الحكم لله. أجل، أجل، الحكم لله كلمة حق يراد بها باطل. ما أراكم إلا قد أضللتم أنفسكم ومن معكم بفساد ما ترون. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اسمعوا أيها القوم، إن لكم عندنا ثلاثة: لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم ما لم تقاتلونا.